انا بشكرك اولا لانه يعني كتير من الاسئله بتيجي بقى دلوقتي. احنا عايزين فقره دكتور دينا عشان احنا عندنا اسئله عايزين يعني لما تبقى موجوده مع حضرتك تجاوبنا، فانا ببقى مبسوطه. إن حبيبتي تسلمي لي يعني على اللي اقدر عليه، اكيد بيبقى ليا الشرف يعني. حبيبتي تسلمي لي. طبعا انا بس في نقطه النهارده، طبعا انا يعني اتكلمت في اول الفقره انه في سيدات بتفقد كتير من الفيتامينز نتيجه اعمار مختلفه بنمر بيها ومراحل مختلفه، بس في نقطه مهمه ما حدش ذكرها واعتقد دي مهمه لبعض السيدات، ويا ريت تقولي لنا بقى دي حقيقه ولا لا. زي فكرة انه احنا السيدات ليها كل شهر اللي بتمر بيه في الدورة الشهرية، هل فعلا بتفقد فيه فيتامينز وبتحتاج ان هي تاخده بشكل دائم، تاخد فيتامين بشكل دائم؟ عشان بس النقطة دي ساعات بتفوت بعض السيدات. السيدات اثناء الدوره الشهريه بتفقد ممكن نسبه من الحديد، عشان كده بتلاقي الهيموجلوبين عندنا بيدونا رينج واحد فرق بيننا وبين الرجاله. اوكي. السيدات في وقت الدوره الشهريه بتفقد الدم، بتفقد كرات الدم الحمراء، فلازم تاخد فيتامينز تعوض لها فقد الدم، او تاخد حديد لو عندها نسبه الحديد عندها قليله، وفي نفس الوقت بتفقد صحتها النفسيه شويه. فلازم نقدر نحاول ان احنا ندعم الصحه النفسيه بتاعتها من غير ادويه، من غير ادويه يعني ده حاجه، الفيتامينات حاجه والامراض النفسيه حاجه. اكيد. يعني انا بتكلم على المود العام، اي واحده بتخش بيبقى عندها الدوره الشهريه بتبقى مودها مود مؤقت، نقدر نقول عليه مود مؤقت وليس مزمن. ايوه. المزمن ده بتروح لدكتور نفساني او دكتوره نفسانيه بتديها الادويه، ومحدش ياخد ادويه نفسانيه غير باستشاره طبيب. طبعا ده مهم جدا. من اهم الفيتامينز للسيده في الوقت ده فيتامين بي، مهم جدا. فيتامين بي ومن عائله فيتامين بي الكوبالامين، اللي هو فيتامين بي 12 اللي بينتج لي كرات دم حمراء، هيبقى مهم ليها. فيتامين بي عائله فيتامين بي الكامله مهمه جدا لدعم الاعصاب ودعم الصحه النفسيه واعصاب الدماغ، فهيحسن لها المود. فاكيد برشح لها الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، وطبعا دخله كمان فيتامين سي اللي بيعزز لي امتصاص الحديد. كويس. ودخله فيتامين اي، طبعا هو ده شكل العلبه. يا ريت الناس اللي بتتفرج علينا من الستات وحتى الرجال، لان هو مهم جدا للرجال، هنتكلم في ايه كمان. يا ريت تصور لي شكل العلبه عشان لما تيجي تعمل اوردر من الصيدليه ملوش بديل. ملوش بديل. طبعا احنا منافذ البيع بتاعتنا اولا هو مصرح من هيئه سلامه الغذاء، والصوره دي مبينه 13 عنصر فيتامين ومعدن داخل الب مالتي فيت، وده اللي بيميزنا. منافذ البيع عندنا الصيدليات، احنا موجودين في سلسله صيدليات كبيره مغطيه كل محافظات مصر. كويس. او عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي، ارقام شركه بايوناتشرال المنتجه لاي ال بي مالتي فيت، وعندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايوناتشرال. ايوه. وبالنسبه للساده الصيادله اللي عايزين يوفروا الب مالتي فيت في صيدلياتهم، احنا موجودين في شركه توزيع اللي هي الشركه المصريه، الشركه المتحده للصيادله. كويس. دول الساده الصيادله. يعني انا رحت صيدليه وما لقيتوش في القريب مني، فانا بقول له من فضلك اطلب لي الفيتامين ده او المنتج بتاعي ده. هو بيتصل بقى من خلال الرقم اللي هينزل دلوقتي. الجمهور بيتصل من خلال الرقم اللي ظاهر على التحت ده. الارقام اللي تحت بالظبط. لكن الصيادله يقدر يطلبه كمان يوفره في الصيدليه. الدكاتره الصيادله يقدروا يكلموا شركه التوزيع، شركه التوزيع اللي هي المتحدة للصيدلة دي بتوزع كل الأدوية وكل كل حاجة في صيدليات، يعني أدوية مستلزمات. الكود ده بيبقى كود الألب مالتي فيت اللي هو يقدر يطلب عليه في الصيدلية. كود الشركة المتحدة للصيدلة يعني 83205 أعتقد. طب قولوا لنا يا أولاد لو في تغيير قولوا لنا عرفونا. بالظبط. تمام. طيب يعني احنا نقدر نقول ان في اضرار ممكن تحدث من نقص الفيتامينز بالنسبه للسيدات او الرجال. ده مش بس بقى وقت الدوره الشهريه. هو بقى 83، انا قلت 82. 83205 ده الكود بتاع الصيادله من المتحده للصيادله. كويس جدا.